بعد أن اطمأن على سيولته المالية ودفأ خزينته بدراهم المستشيرين. يبدو أن المغرب الفاسي مصمم على التخلص من رداء أزمة النتائج الذي أثقل هامته خلال المواسم الأخيرة. كانت انتدابات بالمقاص وانتدابات وازلة ومعقلنة حسب الخصص، وحتى البداية ديال المرحلة ديال الإعداد يعني كانت بداية في وقتها على أساس باش غادي تكون مرحلة ديال التهيئة الخاص من بعد التهيئة العام، ومرحلة ديال المباريات الودية، والمرحلة كذلك ديال تجريب اللاعبين في مباريات على مستوى عالي. اليوم المغرب الفاسي بدات المعسكر التدريبي ديالها بكري الحمد لله في مدينة إفران طولة شهر رمضان إن شاء الله، ومن بعد شهر رمضان إن شاء الله غادي نمشيو لإسبانيا إن شاء الله، الديار الإسبانية إن شاء الله، باش ندوزو واحد 10 أيام ونلعبوا واحد ماتش أميكا إن شاء الله قبل مع اتحاد طنجة قبل ما نمشيو إن شاء الله للديار الإسبانية. الفريق الأصفر ولج سوق الانتقالات بفلسفة خاصة، فانتدب لاعبين على المقاس ودخل في جدل الاستمرار من عدمه، مع آخرين اختاروا التصعيد بدل التجديد. وفعلا باش نشوف ان بان السيس اسماعيلي ولا السي بالعروس لهذا ايزون ان كونطرا د ان اون، قلنا لهم الا بغيتو تبقاو مع الفريق خصكم تسينيو ان كونطرا دو تزيدو في العقد مع المغرب الفاسي، كاك ما كان حتى شي مشكل عطيناهم عقود. كنا تنتسناهم باش يجيو لي زونترينمون ساعه، يمكن جاو النهار ديال باش غادي يمشيو لمدينه افران، مع شنو وقع ناتشي فوضى في الملعب الحسن الثاني في مدينه فاس ما مشاوش معاهم، ما عرفناش علاش. حنا استعيناهم للمجلس التاديبي. الرأسمال البشري للمغرب الفاسي سيكون الموسم المقبل واعدا بمعدل سن منخفض، وشباب هو عنوان مرحلة الانتقال في انتظار الاستقرار. وكما شفتوا هذه العروض هذه اللي صادفت في السنة الأخيرة، حنا أنا كان كما كيقولوا كنتسناو الحاجة اللي غادي تكون رسمية اللي غادي تكون صالحة واللي غادي تكون صالحة للفريق المغرب الفاسي، لكن شي حاجة رسمية مرحبا. من الحكمة أن يعقد الماس جمعه العام مبكرا، وأن يدشن للإعداد الفني دون تأخير، وأن يزيد من حجم مداخله منفتحا على الفاعلين الاقتصاديين، لتكون المرآة العاكسة لكل هذا الاجتهاد نتائج قد تزكن أمور الصفر ضمن صفوة أندية النخبة. عودة لمباراة المغرب تطواني ومازيمبي الكونغولي، وورقة تقديمية عن تيبي مازيمبي الكونغولي.